ورجعنا لحضراتكم مره تانية وبرحب بضيفي الكابتن امين عرابي المدير الفني لفريق 2000. ازيك كابتن امين؟ ازيك كابتن اسامه؟ وانا طبعا سعيد ان انا موجود معاك النهارده. شرفنا منورنا. الله يخليك يا كابتن. قول لي بس الاول، مين الاكبر، كابتن اسامه عرابي ولا كابتن امين عرابي؟ لا بالمناسبه كابتن امين عرابي اخو كابتن اسامه عرابي. لا انا اكبر طبعا. الاكبر؟ طبعا اكبر. قول لي بقى كابتن امين عرابي، يعني فتره كبيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ابتدت من سنه كام؟ لا ابتدت من زمان قوي عشان ما اكبرش نفسي، يعني ابتدت من زمان، من فتره كبيره. يمكن سنه 85 انا اول مره دخلت النادي كمدرب او مساعد مدرب مع الكابتن الدكتور مفتي ابراهيم. اشتغلت معاه سنه، وبعد كده هو طلع الفريق الاول مع الكابتن جوهري. جه الكابتن انور سلامه اشتغلت معاه، وامتدت بقى المسيره من ساعتها لغايه طبعا ما بين سفر خارج ورجوع، وسفر ورجوع، والشغل بره النادي ورجوع. فالحمد لله المسيره ماشيه الحمد لله، وان شاء الله نكملها على خير باذن الله. ان شاء الله. بداتها من مدرسه الكوره كابتن امين صح؟ الاول انا اول ما بدات بالفرق، يعني بدات فرق. مساعد للكابتن للدكتور مفتي ابراهيم في مواليد، كانوا فرقه 17 سنه اللي هي كانت فرقه وليد صلاح وهادي خشبه وموفق، وبعد كده مسكت الفرقه اللي بعديها مع كابتن انور سلامه، كانت فرقه هاني رمزي وعبد الجليل وعادل عبد الرحمن وعمرو انور وياسر محمدين، كانت فرقه من الفرق الثقيله يعني. بعد كده اشتغلت فترات كبيره في القطاع كمدرب او مدير فني لوحدي، بعد ما اشتغلت فترات كبيره جدا مساعد. وتعلمت كتير جدا من الاساتذه والمدربين الكبار اللي اشتغلت معاهم. بعد كده يمكن كان في فتره اللي جت في المدرسه، كان الدكتور عمرو بن مجد مسؤول عن المدرسه، كنت شغال معاه في المدرسه برضه مسؤول عن فرقه. ومن فتره لفتره ما بين هنا وما بين هنا، لغايه ما جت فتره بقى انا مسكت المدرسه فيها لوحدي. كان ماسك مدير فني للمدرسه الكوره، كان ماسك المدرسه كابتن بدر رجب. تمام. وانا كنت شغال مع فرقه 89. هشام محمد وشهاب احمد، و كانت مجموعه وعفروتو، كانت فرقه واحمد شكري، اسماء كبيره. انت خرجت انت شكري وفرق من الفرق الثقيله. كان الكابتن بدر سافر لابو ظبي، كابتن ماهر الله يرحمه احمد ماهر اتصل بيا، وهو الكابتن هادي خشبه كان مسؤول عن الكوره، قالوا لي ترجع وتمسك المدرسه وانت بقى المسؤول، يعني المدير الفني. كنت فاكر انا يمكن اول مره كنت اقعد مع الكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه طبعا، من هنا بنديله بالشفاء العاجل ويرجع لمصر سالم غانم ان شاء الله باذن الله. وبدات شغل في المدرسه، قعدت فتره كبيره في المدرسه. تاريخ كبير داخل النادي الاهلي، بدايه مدرسه الكوره، مرورا بالفرق، يعني مساعد، دلوقتي المدير الفني لفريق 2000. الحمد لله يعني. ما شاء الله عامل، يعني كنا بنستعرض النتائج والاهداف حتى وترتيب الجداول، ما شاء الله حتى 2000 عامل حضرتك معاهم شغل كويس. عايز اتكلم في البدايه بقى عن الجهاز المعاون للكابتن امين. لا الجهاز معاهم الناس محترمه كلهم، وكلهم من ولاد النادي وشغالين في النادي. كابتن اشرف ابو زيد مدرب عام. كابتن تامر دسوقي مدرب حراس مرمى. كابتن عماد انور مدير اداري للفرقه. في معانا الكابتن تايجر مدرب لياقه بدنيه وولد من الناس الكويسين جدا في الفتنس. معانا عبد الحميد تاهيل. معانا الدكتور احمد طبيب. يعني جهاز متكامل، وانت عارف دي سمه النادي الاهلي، يعني جهاز كله متكامل متعاون، واحنا كلنا في النادي الاهلي يعني في تعاون بيننا كلنا بشكل عام. ما بين الفرق كلها وما بيننا كلنا كقطاعات ناشئين وكاجهزه، فالحمد لله دي منجحنا كلنا. معانا على الشاشه يعني زياره الكابتن محمود الخطيب، كانت من ايام يعني قليله، زارته الفريق 97، وكان في زياره برضه للكابتن محمود لقطاع الناشئين في بدايه الموسم. ايوه شاف الزياره يعني، ورئيس النادي الاهلي بحجم نجوميه الكابتن محمود الخطيب ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي انه يعني يعمل زياره لقطاع الناشئين، شافها ازاي؟ لا شوف، هي بتعني كتير قوي للقطاع ككل. تمام. لينا احنا كاجهزه فنيه. للعيبه. بالنسبه للقطاع طبعا هو بيدعم القطاع وبيدفعه للامام. بالنسبة لنا احنا كأجهزة فنية طبعا بنلاقي الدعم الكبير منه، وهو جه واتكلم معانا وقال ويمكن أكد على حتة كبيرة جدا، إن احنا عايزين نرجع روح النادي الأهلي وفانيلة النادي الأهلي، وتبثوا في اللعيبة وتبثوا في الولاد القتال والروح الانتصار وروح العزيمة. وتطلعوا كويسين.
بالنسبة للعيبة طبعا أما يشوف نجمه أسطورة زي الكابتن محمود الخطيب بالنسبة له في النادي دي حاجة بتفرق كتير جدا معاه كلعيب، وكل واحد بيبقى بيتمنى وبيتخيل في يوم من الأيام أو بيحلم إن يبقى زي الكابتن محمود الخطيب، زي الكابتن عماد، زي حضرتك كابتن أسامة حسني. احنا دلوقتي بنعرض على الشاشة أهداف فريق 2000، يعني مباراة ايه دي يا كابتن امين؟ دي اخر مباراة اعتقد مباراة مصر القاهري. مصر القاهري ده انتهت 5-1 مصر القاهري صح؟ لا انتهت 5-1، وممكن من احسن الماتشات اللي لعبناها، رغم ان انا كنت يعني ممكن نرفزت شويه على اللعيبه بعد ما مصر القاهري احرز الهدف بتاعه. لان يعني مش المفروض ان احنا نتعود ان يجي فينا جول بسهوله، المفروض ان احنا بنكافح ونحارب سواء في الدفاع او في الهجوم. ولازم يبقى شكلنا منظم واحنا بنهاجم واحنا بندافع. يعني انت ما بتبصش على النتيجه بس، يعني في مدرب ان انا كسبت 5-1 فممكن ان انا مبسوط بالنتيجه. انا يمكن حتى في ماتش من الماتشات كان على ملعبنا وكنا كسبانين وخصمت منهم، خصمت وانت كسبان وانا كسبان والنتيجه خلصت وثلاث وخدت الثلاث نقاط، خصمت منهم المكافاه وخصمت منهم من المرتب الشهري. هي الفكره يا كابتن اسامه ان انت في النادي الاهلي مش بتشتغل عشان بطوله. البطولات الحمد لله بفضل الله، يمكن شوف انت لعبت قد ايه في النادي وانت شبل صغير لغايه الفريق الاول خدت كام بطوله، ما شاء الله حدث ولا حرج. تمام. فاحنا هدفنا في القطاع انت بتبص على الفريق الاول، عايز تطلع طبعا هي هو ده الهدف الرئيسي. انت بتمشي في خطين متوازيين، خط البطوله اللي انت شغال فيها وخط ان انت بتعمل لعيب للفريق الاول. صنع اللعيب ده اصعب كتير من ان انت تاخد بطوله. تمام. سهل جدا ان انا اخد بطوله، عندي مجموعه لعيبه كويسه، بلعب فرق اكيد امكانياتهم ولا ظروفهم مش هتبقى زي النادي الاهلي. تمام. فانت سهل تاخد بطوله، لكن صعب انك تعمل لعيب للفريق الاول. تمام. وده الاصعب في النادي الاهلي. وده هدفنا، وده هدف الكابتن محمود الخطيب لما جه قعد معانا، وهدف الكابتن فتحي وكل القطاعات السابقه. هو ده الهدف الرئيسي للنادي الاهلي، ان انت تعمل لعيب كويس يصلح للفريق الاول للنادي الاهلي. تمام. وان شاء الله احنا يعني بدعم الكابتن محمود وبدعم كابتن فتحي وكل الناس القائمين على الكره في النادي الاهلي، احنا بنشتغل على هذا المنوال وبنحاول ان شاء الله باذن الله نصعد لعيبه كتير للفريق الاول باذن الله. حتى يعني تكمله كلام حضرتك يا كابتن امين، برضو فريق 2000 ماشي في السكه الصح حتى من خلال جدول الترتيب. يعني لو احنا بصينا دلوقتي يعني على جدول الترتيب بنستعرضه دلوقتي، يعني مخرجنا المميز محمد دكروري معانا على طول يعني في الكلام، فشايفين الاهلي في الترتيب ترتيب الاهلي في المركز الاول برصيد 28 نقطه، لعبت 10 مباريات، فوز في 9، تعادل وحيد، مفيش خساره، ليك 32 هدف عليك 6. المركز الثاني مصر التأمين بفارق 4 نقاط. يعني الحمد لله طبعا دي حاجه كويسه جدا. ويمكن انا يمكن اكتر حاجه يمكن مزعلاني وفضلت موقف المكافآت كتير للولاد حته التعادل دي والاهداف اللي جت فينا. هو ده ورد في الكوره، وده يعني عمرك ما هتكسب على طول. وده اللي برضو بنقوله للعيبه، ان بس انت لازم تنزل تلعب وانت عندك الاراده والعزيمه والاصرار على المكسب على طول، ودي سمه من سمات النادي الاهلي الشخصيه، انك انت وشخصيه النادي الاهلي تعلموا شخصيته. هيجي فيك، لكن لما يجي فيا يجي فيا يعني يبقى الفرقه اللي جايبه فيها جول تبقى قد ايه فرحانه انها جابت جول في النادي الاهلي. ما تبقاش الامور سهله، ما تبقاش الامور انت مستسهل التيم اللي قدامك انك تكسبه. ليه ما اكسبش بدل 5 اكسب 6 و7 طالما انا قادر، وطالما قادر ان انا اجيبه، وطالما قادر ان انا دي اللي احنا بنحاول نغرزها في اللعيب ونحاول نخلي عنده الشخصيه دي. وانا يمكن بقول للعيبه لازم انت كمان كلعيب يبقى عندك شخصيتك في الملعب. تمام. مش بس انا بكلمك او الجهاز بيكلمك، انت شخصيتك في الملعب، انت بتحدد مواقفك في الملعب، انت اللي بتمر بمراحل اللعب، انت اللي شايف قدامك، فتقدر تعمل شخصيه من جوه الملعب كمان لنفسك، وده اللي احنا شغالين عليه. تمام. انا هشوف دلوقتي برضو مع حضرتك يعني جدول 2000 كاملا. قلنا النادي الاهلي في المركز الاول برصيد 28 نقطه، مصر التأمين في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، المركز الثالث طلائع الجيش برصيد 22 نقطة، وادي دجلة في المركز الرابع ب 22 نقطة، المركز الخامس المصرية للاتصالات برصيد 12 نقطة، سكة الحديد في المركز السادس برصيد 12 نقطة، المركز السابع مركز شباب زينهم في المركز السابع برصيد 12 نقطة. هنكمل مع حضراتكم الجدول، وبنشكر طبعا
فريق الاعداد كلهم على راسهم استاذ محمود شوقي، احمد رشاد، محمد الصاوي، كل الناس اللي بتشتغل ودايما يعني بتجيب لنا الجداول يعني عامله شغل كويس، ومعلقنا دايما طبعا فاروق صلاح. يعني في المركز الثامن سرايا القبه برصيد 12 نقطه، المركز التاسع مصر القاهري برصيد 10 نقاط، المركز العاشر شباب عين الصيره 10 نقاط، النصر في المركز ال11 10 نقاط، الغابه في المركز ال12 7 نقاط، المعادي والياخد ال13 5 نقاط، والمقاولين المفاجاه دي المقاولين في المركز الاخير ال14 برصيد 4 نقاط. يعني شوف انا عايز اقول لك حاجه، هو بالنسبه للمقاولين يعني اعتقد ان هم قاسمين التيم بتاعهم او بيلعبوا تقريبا يعني بفرقه مختلفه تماما عن الفرق السابقه. ويمكن هم عندهم اهتمام اكتر بالتسعه والسبعه اللي بيلعبوا القطاعات، بس دايما المقاولين معودنا برضو يا كابتن ان دايما عنده قطاعات ناشئين قويه. ده يعني ده اكيد، واعتقد ان هم عندهم برضو لعيبه كويسه، وحتى الفرقه دي يمكن ظروف الله اعلم بظروفهم السنه دي، لكن هم فرقه طبعا كويسه، ويمكن احنا كنا بنلعبهم في ملعبهم واتغلبنا 2-0 وكانت من الماتشات الكويسه برضو. تمام. لكن في النهايه هي كره قدم، واللي بيحاول وبيكافح هو اللي ربنا بيكرمه بيقدر يوصل يعني. بس وحضرتك بتكلمني عن الجهاز، قلت لي لفت نظري معانا مخطط احمال. هو معانا هو بصراحه السنه دي برضو من ضمن الحاجات الكويسه اللي اتعملت في القطاع. والكابتن فتحي، ودي طبعا تعليمات كانت من الكابتن محمود ان كل جهاز يبقى مكتمل تماما. يعني انا اول مره اشتغل في القطاع، انا قلت لك بشتغل بقالي فتره. اول مره اشوف في القطاع في فرق الجمهوريه بيبقى فيه مدرب عام ومساعد مدرب. ما كانتش بتحصل قبل كده، كان كله بيبقى مدير فني ومدرب. الفرق المنطقه مدرب مدير فني ومدرب. معاك اخصائي تاهيل لوحدك، تدليك لوحدك، احمال لوحدك. فدي طبعا عامله انتعاشه حتى. والحمد لله بفضل الله انت يعني كل ما بتشتغل صح كل ما بتنتج صح. النهارده انت يمكن لو بصيت على الجداول كلها بتاعت القطاع هتلاقي لو احنا سبع فرق هتلاقي فيهم ستة اول. يعني هتلاقي ست فرق اول. ويمكن فرقه او اتنين المتعثرين وبداوا يخشوا برضو وبداوا يقربوا. وان شاء الله على نهايه الدور الاولاني هيكونوا برضو اوائل. فهتلاقي في انتعاشه السنه دي كبيره جدا في القطاع، وده عهد قطاع الناشئين في النادي الاهلي طول عمره. تمام. يعني انا يمكن الكابتن اسامه بزعل قوي لما الناس ساعات تقول لك ايه ده انبي في قطاع ناشئين، ده المقاولين. انا مع احترامي للانبي والمقاولين كل الانديه دي والزمالك، السنه دي في شغل واضح. يعني المواهب اللي احنا بنتكلم عنها هنا في برنامج الاشبال، الجداول دايما بنستعرضها كل اسبوع. ما ده انك تجيب النادي الاهلي في المركز الاول، ده وراه شغل كبير، بدايه من مدير قطاع ناشئين، بدايه من مدربين، لعيبه بتشتغل، انتقاء لعيبه، يعني لا في شغل واضح. لا دي حقيقه. وعايز اقول لك وقبل كده برضو وانا زي ما قلت لك هو الهدف الرئيسي مش ان انا ابقى اول بس. تمام. ان انا ابقى اول واصعد مين اللعيب اللي صعد للفريق الاول. مين اللعيب اللي يقدر يلعب لي في الفريق الاول، وده الاهم. ولكن احنا عايزين يا كابتن اسامه برضو زي ما يمكن انت في جيلك والاجيال اللي قبلك واللي بعدك كنت بتشوف لعيبه معاك زمايلك وبقوا نجوم في الانديه الثانيه. تمام. هو ده هدفنا الرئيسي، ان احنا الاول نصعد اللعيب بتاعنا للنادي الاهلي للفريق الاول يبقى لعيب كويس، وحتى لما نيجي نعير او نودي لعيب في الانديه الثانيه بيبقى نجم برضه. ودي سمه الكبير اللي هو النادي الاهلي. ان هو لعيبته تبقى كبيره واللعيبه حتى اللي خارجه منه تبقى كبيره. واعتقد ان اغلب الانديه اللي بره النادي الاهلي كلها بتتهافت على لعيبه النادي الاهلي الصغيرين. بيبقى متاسس صح. بيبقى متاسس صح وبيبقى اشتغل كويس والناس تعبت معاه فعلا جدا. فالحمد لله ربنا بيكرمنا، وان شاء الله السنه دي نشوف حاجه احسن وحاجه اكبر باذن الله. واحنا بنتكلم بقى عن عمليه التصعيد، السنه دي يعني واضح ان فريق 2000 يعني بيصعد دايما ل 99 وبيصعد كمان ل 97. دي يعني مش عايز اقول لك هي ايه كويسه. وده عهدنا طول عمره بالنادي الاهلي. الحمد لله بفضل الله انا عندي اربع لعيبه في 97 مع الكابتن عادل عبد الرحمن. تمام. عندي حارس المرمى احمد شوبير ومصطفى احمد شوبير واحمد طارق سليمان. الاثنين على طول مع انا ما حدش فيهم بيلعب معايا. يعني انت سايبهم ل 97 خالص، ما حدش فيهم بيلعب معايا. كويس. وهم ما بين الفريق الاول وما بين ال 97. تمام. عندي زياد طارق لعيب موهوب ولعيب نجم بيلعب مع الكابتن عادل وبيلعب مع الكابتن مدحت. كويس. عندي فارس طارق بيلعب مع الكابتن عادل والكابتن مدحت. عندي مع الكابتن مدحت في مصطفى الياس،
في وليد عطيه، في ضياء وحيد، في محمد حسام ميدو قبل ما يتعور، في محمد خليل قبل ما يتعور، في العربي جمال، ساعات بياخد افريقي، ساعات بياخد، يعني الحمد لله في ستة سبعة كمان مع الكابتن مدحت. وده اللي احنا شغالين بيه، وده نظام النادي الاهلي كويس. ان الاكبر الاولى، لان احنا في النهايه عايزين نصعد. وانا بالعكس دي عامله لي حاله كويسه، وانا كمان بشوف اللعيب اللي عندي ويشتغل اكتر وبنديله فرص اكتر في اللعب، عشان كمان نقدر نحكم على كل لعيب بصفه اساسيه كويس. طيب وانت بتتكلم بقى عن التصعيد، عندنا موهبه ظهرت الناس كلها اتكلمت عنها خلال الفتره اللي فاتت في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شادي رضوان. شادي رضوان انت قلت لي انه اتمرن معاك السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت وانت يمكن حضرت ماتشات، انت كنت مسؤول عن المنتخب القومي في مواليد 99، وهو لعب معايا ماتشات اساسي السنه اللي فاتت، ولعب ماتشات معايا كتير. شادي رضوان انا بشبهه بمحمد صلاح. كويس. يعني ان شاء الله باذن الله لو مشي بنفس التركيز اللي هو ماشي بيه ونفس الاداء ونفس الروح، اعتقد انه باذن الله باذن الله هيبقى نسخه طبق الاصل من محمد صلاح. تمام. اولا عنده سرعات غير عاديه، لعيب مهاري جدا، لعيب قوي، بيلعب هو اشول، بيلعب ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. تمام. انا شايف ان هو هيبقى من اللعيبه الكويسه جدا جدا، ان شاء الله هيبقى مستقبل كبير للنادي الاهلي. في نفس المكان ده في زياد طارق، ده برضو من اللعيبه الهايله جدا ولعيب كويس جدا. في لعيبه كتير والله، يعني انا طيب مش عايز اعدلك. واحنا بنتكلم عن المواهب ونتكلم عن شادي رضوان، هنروح نشوف دلوقتي تقرير عن شادي رضوان ونرجع تاني. شادي رضوان، شادي رضوان، شادي رضوان، شادي، شادي جوه جول، يلعبها في اتجاه الفراري. شادي، 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 شادي جول. حماد عدال شادي، يا ولد يا ولد يا ولد جول. والله انا بدات خفيف دلوقتي، بس هم لسه ما حددوش اي حاجه. هي الفكره ان انا اللي حدد، يعني هم هيتكلموا معايا ان انا اللي بحدد، انا طبيب نفسي بمعنى اصح. فيعني ان شاء الله مش يعني مش هتاخر عن كده كمان، يعني ممكن اسبوع او 10 ايام كمان، وان شاء الله يعني الدنيا تبقى احسن باذن الله. تبقى فتره صعبه جدا على اي حد، خصوصا لو فيها تدخل جراحي او محجوز في مستشفى او حاجه زي كده، بتبقى صعبه جدا طبعا على اي لعيب، ان انت بتبقى في فورمه عاليه جدا وفجاه بتحصل اصابه زي كده بتعطلك كتير طبعا، والفورمه طبعا بتبعد. بس طبعا يعني طول ما في اراده وفي عزيمه عند الشخص اللي في الملعب او الشخص اللي بيلعب كوره بتفرق معاه طبعا في مرحله التأهيل. طبعا اشتراك عادي مع حارس المرمى وجامب عالي، هو بركبته جت هنا في الضلع. طبعا بقى حصل كل الكسر اللي هو في الترقوه ده، وعمل تدخل جراحي عشان كان في تجمع دموي على الرئه واتشال. يعني النادي الاهلي وقف معاه وقفه كبيره جدا، ودايما النادي الاهلي معودنا ان هو بيقف جنب اولاده وجنب ابنائه. يعني بصراحه وقفه انا ما كنتش اتوقعها، يعني كابتن فتحي مبروك، كابتن اكرامي، كابتن محمد فضل، والناس كلها يعني كان في اهتمام كبير بيا، ودايما كانوا بيتصلوا بيا وبيطمنوا عليا وبيكلموا الدكاتره في المستشفى. فطبعا انا ما اقدرش اشكر النادي الاهلي لان انا واحد منهم، لكن اقول لهم طبعا يعني شكرا جدا لكابتن فتحي مبروك، لانه كان مهتم اهتمام غير طبيعي. هو رئيس القطاع موجود هنا، كان مهتم بيا بشكل غير طبيعي. الفتره الاخيره طبعا انا كنت ماشي بشكل كويس وبصوره كويسه، والناس جمهور النادي الاهلي كان بدا يعرفني او يعرف مين شادي. فجت الاصابه طبعا انا اتفاجئت بكميه الرسائل اللي كانت بتوصلني بيطمنوا عليا. طبعا دي حته تخليني ان انا ارجع بسرعه واموت نفسي، عشان الناس دي يعني انا لسه في البدايه وناس كتير بدات تعرفني، فالحته دي طبعا بتحط عليا حمل كبير جدا ان انا ارجع احسن من الاول بكتير جدا. بس في نفس الوقت بتديني مسؤوليه كبيره جدا ان انا اول ما ارجع اكسر الدنيا، وان شاء الله عشان الدرجه الاولى الفتره الجايه، وان شاء الله خير. يعني طبعا بشكر النادي الاهلي وبشكر الجمهور، وان شاء الله اكون عند حسن الظن ان شاء الله قريب. شادي رضوان، شادي رضوان، شادي رضوان، شادي، شادي جوه جول، يلعبها في اتجاه الفراري. شادي، 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 شادي جول. حماد عدال شادي، يا ولد يا ولد يا ولد جول.
بنقول لشادي رضوان الحمد لله على السلامة وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول. كابتن أمين، في نقطة مهمة عايز أسألك عليها، حتة توظيف اللعيبة داخل الملعب. يعني عندنا مصطفى إلياس كان بيلعب باك ليفت، بدأت تلعبه مساك. عندنا مصطفى حسين لطفي خدته من وسط الملعب، بقيت بتلعبه مساك. يعني رؤيتك إيه في إنك بتلاعب كل لعيب مثلا في كذا مركز؟ شوف يا كابتن أسامة، هو المفروض إن أنا في قطاع الناشئين أنت بتاخد أحسن حاجة من كل لعيب عشان يقدر بعد كده يتوظف في الفريق الأول كويس. وفي الناشئين انا شخصيا يعني انا بتكلم عن نفسي، لازم تجرب بعض اللعيبه في اماكن كتير عشان ما يبقاش عندك دروب في اي وقت من الاوقات كويس، ويقدر اللعيب يبقى في الفريق الاول يقدر يلعب في اكتر من مكان. تمام، زي احمد فتحي عندنا، زي احمد فتحي ممكن تلاقيه باك رايت، تلاقيه في نص الملعب مساك باك ليفت. وبعدين يعني المدرب الشاطر اللي يبقى عنده لعيب بيلعب اكتر في مكان ما يقدرش يستغنى عنه. فانا يعني مش عايز اقول لك ان انا يعني بالفتاكه قوي، يعني ان انا يعني انا طبعا برضو الظروف بتحطك في بعض المواقف في حاجات زي دي. يعني انا اول السنه جه كابتن عادل عايز ميدو من عندي، محمد حسام في ال 97 وهو مساك. تمام، كابتن مدحت طه عايز علاء الشربيني وهو مساك، فبقاش عندي مساكين. ايوه، فانت لازم تجهز البديل على طول، مش هينفع تقول لهم ادهون اللعيب عشان يلعب. فلما بدات فتره الاعداد حسيت من الاداء بتاع اللعيبه ان ده ممكن يلعب في الحته دي، فخدته كلمته الاول. وحتى هو يعني حسين او مصطفى عندهم الرهبه شويه ان يلعب في المكان ده، انت عارف المكان ده اللي بيغلط فيه شكرا. تمام. او الغلط الفرقه كلها تغلط الا المكان ده. فلكن بتكلمه الاول وبتقول له الوظائف بتاعه المركز ده ايه، وانت هي بتلعب في نص الملعب زي ما تلعب هنا بس المشكله ان انا بقطع واسلم. نفس الشيء بالنسبه لمصطفى، مصطفى عنده القدره كمان لانه بيلعب باك ليفت كويس وبيلعب في القلب كويس. تمام. وساعات بلعبه باك ليفت وساعات بلعبه، هو لعيب كويس في القلب. مصطفى الياس جدا. وحسين لطفي حاجه تانية خالص في المساك. تمام. بقى حاجه تانية خالص كويس، وبرده بتوقع له من اللعيبه اللي هتبقى كويسه جدا في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا نروح نشوف دلوقتي تقرير لمواليد 2000 اخر مباراه ضد المصري القاهره. الحمد لله النهارده لعبنا ماتش كويس ونفذنا اللي الكابتن قال لنا عليه. يعني كابتن امين وكابتن اشرف وكابتن تامر والجهاز كله بيشتغلوا معانا، حتى مش ان احنا ناخد ماتش بماتش، لا احنا عشان كمان عشان الفريق الاول وتدعيم الفريق الاول وكل ده الحمد لله. كابتن نادر بنصحني ان انا اتمرن كويس عشان مراهن عليا وان انا هطلع الدرجه الاولى والعب معاه، وان شاء الله الماتش الجاي يعني احاول ابدا الماتش ان شاء الله، يعني هو زي ما هو وعدنا. الحمد لله احنا لعيبه رجاله وفرقه كويسه عملنا اللي علينا النهارده، والحمد لله اللي انا جبت جول يعني النهارده. والمركز الجديد اللي انا بلعب فيه هو كابتن امين من السنه اللي فاتت، انا كنت بطلع معاه 99 وجربني فيه وعارفني يعني ان انا كويس في المكان دوت. فالسنه دي عشان عندنا نقص في كذا اصابه عندنا في الفرقه، فبيجربني في المكان دوت والحمد لله ماشي كويس فيه، وان شاء الله احسن يعني الفتره اللي جايه. كابتن امين قول لنا بقى علاقتك بالكابتن فتحي مبروك، خاصه ان العلاقه دي مش دلوقتي، وكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين ده. لا علاقه ازليه طبعا. اشتغلت انت مع كابتن فتحي؟ اشتغلت معاه كمان في نادي الشرطه، في الدوري الممتاز اتحاد الشرطه اشتغلت معاه. كابتن فتحي طبعا اخ كبير لينا كلنا، ويمكن انت تعرف الكابتن فتحي كويس زمان. دمه خفيف ولذيذ، وفي نفس الوقت حازم جدا وصعب جدا في الشغل. يعني دي الامانه يعني. يعني ممكن يضحك ويهزر ويبقى معاك كويس جدا، لكن في شغله حازم جدا ما بيهزرش، عايز كل حاجه تمشي بالظبط زي ما بتتقال، بالظبط زي ما بتتعمل، عايز التزام، عايز نظام، مش معانا مع كل الناس. ودي يمكن اكتر حاجه ممكن تكون منجحه القطاع السنه دي، ان كل واحد عارف شغله بالظبط، كل واحد ما بيتدخلش غير في شغله، كل واحد بيعمل اللي عليه. انت عارف الحزم برضو بيبقى مطلوب في بعض الاحيان. تمام. وفي نفس الوقت بعد ما تخلص تمرين او بعد تحس ان هو اخ كبير ليك وبيهزر معاك وبيضحك معاك، لكن في الشغل بيبقى ملتزم جدا، وعايزك تبقى ملتزم على طول، وعايز المواعيد تبقى دقيقه، وعايز كل حاجه تمشي. والحمد لله بفضل الله الامور ماشيه والدنيا ماشيه الحمد لله. الميزه في الكابتن فتحي ان ممكن تلاقي مدير قطاع الناشئين ملتزم دايما داخل المكتب بالشغل الاداري بس، لا دا دايما لما بنصور وكاميرا الاشبال موجوده في قطاع الناشئين دايما بنشوفه في الملعب دايما مع المدربين. هو بصراحه دي بامانه حاجه كويسة
كويسه جدا فيه، وبينزل يلف وبينزل يبص على الفرق، وفي الماتشات كلها قاعد وماسك ورقه وقلم وبيدون، وممكن يجي لك بعد المباراه وياخدك على جنب يقول لك مثلا ملاحظات. ملاحظات يا كابتن امين في كذا كذا النهارده في الفرقه، لا النهارده عمل حاجه كويسه، النهارده المفروض تعمل كذا بصراحه. واحنا برده بنستفاد يعني، هو راجل خبرته كبيره وراجل اشتغل كتير وما شاء الله الله اكبر يعني. بروح معاكم برده المباراه، انا ساعات كل المباريات الخارجيه بصراحه. انا دي انا بشوفه يسافر اسكندريه يسافر السويس دي بامانه، كابتن اكرامي دايما كابتن اكرامي على طول في كل الماتشات خارجيه او داخليه. تمام. مش عايز اقول لك في ايام بيسافروا يعني بيروح من مباراه لمباراه من ملعب لملعب مشاوير، لكن الحمد لله هم ماشيين وفي ظهرنا على طول وكابتن فتحي. فبامانه دي حاجه كويسه، ودي حاجه يعني مخلينا نشتغل بجد اكتر وبقلب اكتر وبروح اكتر، حته اللمه وحته ان احنا كلنا ملمومين، ودي حاجه كويسه الحمد لله، وربنا يكملها على خير باذن الله. تمام. فريق 2000 السنه دي بيلعب دوري منطقه القاهره، كنت اتمنى ان الدوري يكون جمهوريه ولا شوف. ولا المنطقه برضو يعني اكيد في فرق قويه في المنطقه، واحنا بنستعرض دلوقتي بنتكلم عن وادي دجله، بنتكلم المقاولين، في اسماء كبيره برضو. شوف يا كابتن اسامه، انا عايز اقول لك حاجه في الحته دي في الجزئيه دي بالذات. وانا اتمنى ان اتحاد الكره يغير سياسته في الحته دي. تمام. ان يعمل الدوريات الاشبال زي الدوري الممتاز، يعني اللي يصعد يصعد واللي يهبط يهبط. تمام. مش معنى ان انا فرقتي ايا كان اسم الفرقه سين من الفرق فرقته صعدت الدوري الممتاز يروح مطلع الفرقه بتاعته بتاعه مواليد كذا الدوري الممتاز. ما هو للاسف في فرق في الجمهوريه اقل من فرق المنطقه. تمام. بس الاسم ان فرقته الممتاز الفرقه الكبيره صعدت الدوري الممتاز، وده انا شايفه غلط. ليه؟ النهارده الكابتن ربيع ياسين او حضرتك السنه اللي فاتت وانت شغال بتبقى عينك كلها على الفرق الدوري الممتاز في بطوله الجمهوريه عشان تنتقي منهم المنتخب. لا صدقني في فرق في المنطقه عندها لعيبه ممكن تبقى احسن من فرق في الدوري الممتاز. مميزه فعلا ومميزه جدا كمان. فدي بتعمل الخلط، لكن المفروض ان كل الفرق، لو انت مثلا الفريق 2000 او فريق 99 هبط 3 4 فرق اللي بينزلوا وصعد ال 3 4 فرق اللي في المناطق اللي بيقدروا يلعبوا ممتاز. دي هتدي فعاليه اكتر، هتدي دوري اقوى، هتدي كره احسن للمستقبل والقطاعات الناشئين والمنتخبات الناشئين. انا شايف ان في فرق في المناطق احسن من فرق كتير بتلعب جمهوريه في الدوري الممتاز اكيد. طب اخبار الملاعب بقى؟ لا يعني الملاعب حدث ولا حرج بقى. مش عايز اقول لك هي دي يعني مشكله، يمكن السنه يعني دي من ابرز المشاكل لسه هنفرد لها ان شاء الله حلقات. بس انا عايز اقول لك برضو بما سبق، لا السنه دي الملاعب اتحسنت شويه على اساس ان في فرق كتير عملت الملاعب ترتان. هو اللعيب بيجد صعوبه شويه في اللعب على الترتان، لكن برضو احسن من الملاعب الترابيه والملاعب اللي هي سيئه جدا. جدا. انا مش عايز اذكر انديه، انا رحت السنه دي ماتش في ملعب، مش عايز اقول لك الحكم انا بكلمه في لعبه جالي قال لي يا كابتن بعد اذنك ده انا خايف اجري في الملعب. فما تحاسبنيش على حاجات، لان انا نفسي خايف. انت قول ان الحمد لله رب يعني ربنا يستر لعبتك تطلع سليم. ملعب مش عايز اقول لك سيء لدرجه ايه وسيء جدا، لكن في النهايه احنا بنلعب وبنأدي، لان ممكن يصادف اللعيب برده كده في الماتشات. ما هو ده للاسف، انت عشان تهتم يبقى عندك قاعده رياضيه قويه لازم الاساس، اساس الهرم. طبعا انا معاك، كل التوجيه عندنا الهرم من فوق بنبص دايما ليه والدعم ليه. لا انت عشان تعمل قاعده رياضيه كرويه قويه جدا في مصر، منتخبات قويه عشان المنتخب الاول كمان والانديه، لازم يبقى عندك البدايه، بدايه في التغذيه، بدايه في الملاعب، بدايه في حته الاعمار السنيه حتى طبعا. التزوير والتسليم والكلام ده كله. انا مش عايز اقول لك يعني احنا بنقابل فرق لا يمكن تكون ده مواليد 2000، استحاله باي وضع من الاوضاع. ويمكن جايز انا يعني حتى انت لما تيجي تبص للنتائج تلاقي نتائجه معانا احنا غير نتائجه مع الفرق الثانيه. انت حتى تستغرب يعني فرقه مثلا مغلوبه الماتش اللي قبلك 4-5 تيجي معاك انت مش عارف تجيب جول حتى. حتى وجوه اللعيبه بتختلف. فطبعا دي حته بتاعه المنطقه وبتاعه الاتحاد انا ما اقدرش اتدخل فيها، لان هم عندنا احنا في المسابقات بتاعتنا المسنن بيلعب وممكن يبقى مسنن بخمس ست سنين عنده 23 سنه وبيلعب وبيلعب ممكن في فرق بتلعب درجه رابعه واللعيبه بتاعتها بتاعه الفريق الاول بتلعب ضدك في الناشئين او درجه ثالثه، ففي لخبطه شويه ودي لازم تتحكم، لان دي بعد كده بترجع على منتخبات الناشئين باثر سلبي. ده اكيد ان شاء الله يعني هنفرد لها في برنامج الاشبال من خلال قناه النادي الاهلي حلقات ان شاء الله
في موضوع الملاعب، موضوع التسنين والتزوير دي. لكن بقى كلمنا عن فريق 2000 ابرز المواهب اللي ممكن ان شاء الله كابتن امين عرابي يعني يتوقع لها ان شاء الله تكون موجوده في الدرجه الاولى. شوف انا مش عايز اذكر اسماء يعني بالظبط لكن والله في لعيبه كتير كويسه مش في فرقه 2000 بس في كل فرق النادي. وانا يعني بامل وبتعشم وان شاء الله طبعا كابتن محمود الخطيب وكابتن فتحي والقائمين على كره القدم في النادي ان يهتموا او يبصوا للناشئين كويس. لان فعلا في مجموعه من الناشئين كبيره جدا في النادي الاهلي في السبعه وفي التسعه وفي الالفين وفي 2001 حتى لغايه 2009 و2007. مش عايز اقول لك في كم مواهب ازاي وكم ناشئين ازاي. فانا بتصور ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه زي ما طلع اسامه حسني وزي ما طلع عماد متعب وزي ما طلع هشام محمد وزي ما طلع ايمن اشرف وزي ما طلع كل اللعيبه دي ولاد النادي الاهلي ولعبوا حسام عاشور وشريف اكرامي ومش عايز انسى حد. كل اللعيبه دي لا في لعيبه زيهم ولعيبه قدهم وفي لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي بس هي تاخد الفرصه وتلعب ان شاء الله هنروح لحته تانية خالص. لان زي ما انت عارف يا كابتن اسامه لعيب النادي الاهلي غير اللعيب اللي بيجي من بره مع احترامي لكل اللعيبه اللي جت من بره ولعبت للنادي الاهلي داخل القطاع ده. انا بسميه مصنع الابطال. عشان تطلع بطل يلعب في النادي الاهلي سنوات كبيره لازم انت تعده جوه، مش تعده فنيا بس، لا ده انت بتعده سلوكيا وفنيا وتغذيه وشخصيه. كل الحاجات دي مش هيتعلمها غير داخل قطاع الناشئين. عندنا وعندنا لعيبه كتير. عشان كده انا بقول لك مش عايز اذكر اسماء لان انت يمكن ذكرت بعض الاسماء. في لعيبه كتير كويسه. انا متوقع في فرقه 2000 في لعيبه كتير جدا ان شاء الله. نتمنى فريق 2000 كله يطلع درجه اولى. لا وخلي بالك انا برضو عايز اقول نقطه مهمه جدا. الفضل مش هيبقى لامين عرابي لوحده. يعني الفضل لكل مدربين الناشئين اللي شغالين في النادي. انا لو اشتغلت مع الفريق بشتغل سنه سنتين. في قبل اشتغل وفي بعد هيشتغل. تمام. فقصد ده تواصل بيننا كمدربين وبيننا كل واحد بيحط لبنه في اللعيب بيعلمه حاجه بيقول له حاجه. لكن في النهايه مش هيبقى امين عرابي لوحده. هي مجموعه عمل في القطاع كلها. في الاخر بيطلع لعيب كويس للنادي الاهلي هو ده اللي بنتمناه ان شاء الله. تمام. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي هنشوف خريطه الاسبوع خلال خريطه المباريات خلال الاسبوع القادم. هنشوف المباريات عندنا مواليد 2005 يوم السبت السكه الحديد والاهلي دوري البراعم. مواليد 2003 السبت الاهلي وطلائع الجيش بطوله الجمهوريه للناشئين. مواليد 97 السبت الاهلي والاتحاد بطوله الجمهوريه للشباب. مواليد 2002 سراي القبه والاهلي بطوله منطقه القاهره مباراه الكابتن امين عرابي. مواليد 99 الخميس الاهلي وطلائع الجيش بطوله الجمهوريه للشباب. مواليد 2004 يوم الجمعه الطيران والاهلي بطوله منطقه القاهره. مواليد 2001 الجمعه سموحه والاهلي بطوله الجمهوريه للناشئين. دي ان شاء الله المباريات خلال الاسبوع اللي جاي. كابتن امين شرفتنا ونورتنا. ده انا سعيد معاك وسعيد بيك وان شاء الله يعني مزيد من التقدم للقناه وليك شخصيا وان شاء الله خير باذن الله لقطاع الناشئين كله وان شاء الله تشوفوا حاجه كويسه الفتره اللي جايه. بشكر كل فريق الاعداد محمود شوقي احمد رشاد محمد الصاوي ومعلقنا المميز فاروق صلاح ومخرجنا المتميز محمد دكروري وكل طاقم العمل. اهلاوي انا والفخر ليا. اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.